الحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. اليوم إن شاء الله بإذن الله راح نحكي في الفور لوب ستيتمنت إن الجافا سكريبت. جملة فور واحدة من ضمن الجمل المشهورة جدا في البروجرامينج لانجوجز، هنتكلم عنها فيما يتعلق داخل الجافا سكريبت. يا جماعة أول حاجة راح نبدأ بها السنتكس بتاع الصيغة العامة بتاع جملة فور. بمنتهى البساطة لما بنحب ندرج فور، ودي جملة من جوال اللوب، جملة من جمل اللوبينج أو التكرار، بنكتب الكيورد فور، بعدين بنفتح برينثيسيس وهنكبرها شوية علشان هنا في برانترز كتير، وأدي الكيرلي بريسز فتح وقفل، وأنت عارف إن اللي بيتحط داخل الكيرلي بريسز فتح وقفل مجموعة الكودز اللي راح تشتغل لما يكون اللوب ترو. انت فاهم القصة دي؟ اما اول ما بمجرد ان الكونديشن بتاع جملة فور يبقى فولس، اللي هيحصل هيحصل ترمينيت للجملة كلها واطلع برا واكمل بقية الفلو. حلو الكلام، جميل خالص. نبدأ بقى بالبرامترز اللي بتتحط جوا البرينثيسز بتوع جملة فور. في مكتبات MDN بيقول لي انت عندك ثلاث بارامترز اساسيين بيتحطوا. البارامتر الاولاني بيكون الانيشيالايز اكسبريشن، البارامتر الثاني بيكون الكونديشن اكسبريشن، البارامتر الثالث بيكون الانكريمنت اكسبريشن، وبفصل ما بين كل واحد والثاني بايه؟ بسيمي كولن. بالراحه كده يعني، انا عندي بارامتر وسيمي كولن وبارامتر وسيمي كولن والبارامتر الثالث. حلو خالص. البرامتر الاولاني هو كان مسميه الانيشيالايز اكسبريشن، انا هسميه الستارت اكسبريشن ان جاز التعبير، وان كان لينا مثلا يعني ايه الحق في ان احنا نحاول ناخد المجال بطريقتنا. الستارت اكسبريشن ده يا جماعه بيجاوب على سؤال مهم جدا جدا جدا، هو when to start the loop، امتى هبدا جمله فور، او بمعنى ادق انا هبدا جمله فور واولي فين بالظبط، من انه قيم بدايتي بتكون فين بالظبط. يعني مثلا لو انا قلت بقول لو انا مثلا بقول اني هعمل كاونتر، هعمل عداد هيتكرر عدد معين من المرات، فاول قيمه راح يتكرر عندها هتكون القيمه رقم كام بالظبط. تمام، ده اللي بيجاوب عليه الستارت اكسبريشن او الانيشيالايز اكسبريشن. وفي مكتبات MDN بيقولوا لي ده يا جماعه ممكن يكون كاونتر، ممكن يكون اكتر من كاونتر، وبيقبل ان هو يكون كومبلكس، ممكن يكون معقد، وممكن كمان من خلاله اعمل ديكلاريشن لفاريبلز. واحنا هنقف عند موضوع ديكلاريشن لفاريبلز ده، وهنستخدمه ان احنا نعرف فيه متغير بشكل مباشر، غير مثلا جمله while لما كنا بنعرف متغير فوق منها وبعدين نروح مستخدمين جوا منها. هنا لا، عادي يعني ممكن ايه اعمل ديكلاريشن لفاريبل من دايركتلي على طول. فانا ايه مش محتاج يا جماعه جوه الستارتنج اكسبريشن اكتب مثلا var i بتساوي ما اعرفش كام، لا انا بكتب دايركتلي بشكل مباشر i بتساوي على طول. تمام كده، لان ده من امكانيات جمله فور. ده بالنسبه للجانب الاولاني الخاص بالستارتنج اكسبريشن. الجانب الثاني هو كان كاتب لي فيه الكونديشن، وانا نكتبه زي ما هو كونديشن، انا اسيبه زي ما هو كده. وانت عارف ان الكونديشن ده مشوار بيتطلب حاجه من اتنين، اخذنا بالنا من الفكره دي. الحاجه الاولانيه انه يكون القيمه ترو، الحاجه الثانيه ان يكون النتيجه بتاع الكونديشن ده فولس. احنا عرفنا الحالات اللي فيها جافا سكريبت بتعمل ترو او فولس، مش هنكررها تاني. طيب اوكي، رد فعل بقى جافا سكريبت لما يكون الكونديشن ده ترو هيكون عباره عن كيب ان لوب، خليك في اللوب. طالما الكونديشن ده متحقق خليك في اللوب وارجع واشوف يعني الكونديشن ده متحقق، بص على القيمة التالتة، ها خد اللي فيها وارجع مرة تاني نفذ الشرط، وخد القيمة التالتة بص على اللي فيها وارجع نفذ الشرط. طبعا في كل مرة انت بتحاول تنفذ ايه مجموعة السطور البرمجية اللي موجودة داخل الكيرلي بريسز بداية ونهاية. تمام، طالما الشرط ده ترو كيب ان لوب، خليك في اللوب.
تمام كده. اما يكون الشرط ده فولس اللي بيحصل يا جماعه بيحصل تيرمينيت ذا لوب، بيحصل تيرمينيشن يعني اللوب بيتقفل والفلو بينزل على ايه، على الجمله اللي تحت جمله فور. يعني خلاص انا طلعت من فور واكمل على الستيتمنت اللي بعد من جمله فور، لو كان مثلا في ايه في جمله تاني في فانكشنز في اي شيء تاني، فخلاص انا طلعت بره، بطلعت بره الستيتمنت 4 وبجيت في حاجه تاني طالما الاكسبريشن ده ها او طالما الكونديشن ده بيجي فولس. حلو جميل خالص. الثالثه مسميهاني في مكتبات ام دي ان انكريمنت اكسبريشن، انا اسميها زي ما هي يعني تمام، مش هنكيب ايه زي ما هي، فهنسميها برضو زي ما هم انكريمنت اكسبريشن. وانت عارف ان الاكسبريشن بتاع الانكريمنت ده بيحدد انا اعمل لك انكريمنت بالمقدار كام يعني تمام كده، اذا كنت هعمل لك انكريمنت بقيمه معينه او ايا يكن، فاحنا ايه هنسميها هنخليها كده افتراضا يعني هنخليها زي ما هي موجوده الانكريمنت تمام، يعني علشان ما يحصلش انفينيت لوب، يعني عشان ما يحصلش لوب لا نهائي لازم أن يحصل انكريمنشن، يعني لازم قيم الفاريبلز اللي بتتحط في الستارتنج بوينت دي ها اللي يحصل لها انكريمنتنج، يحصل لها ايه مثلا زياده بقيم معينه. تمام كده جميل خالص. دهيت المكونات اللي بتديهاني او دولت البارامترز اللي بيشتغلوا مع فور لوب. حلو كده جميل خالص. خلونا طيب نبدا بمثال ونطبق الكلام ده ونشوف القصة هتمشي ازاي. انا فتحت الكونسول وهبتدي اكتب جملة فور. حلو، وافتح الاثنين برينتسيس تبعي، الاثنين كيرلي برينتسيس تبعي، وهدي لنفسي سام سبيس وجاهز اني اعمل ديكلاريشن بشكل مباشر ليه ها هعمل ديكلاريشن بشكل مباشر لستارتنج اكسبريشن. يعني انا مش محتاج اكتب جملة فار يا جماعة، لا مش محتاج تمام. انا هقول اي بيساوي صفر، اول الكاونتر بتاعي راح ابدا اللوب من القيمه صفر. حلو جميل. وانت عارف اني بفصل عشان اخلص عشان انهي السطر ده، فابتدي احط السيمي كولن، ده معناه ان خلاص انا خلصت الاكسبريشن الاول يعني، والجافا سكريبت راح تفهم ان الجزء اللي جاي ده كان خاص بالاكسبريشن اسف الكونديشن يعني. تمام كده جميل. الكونديشن بقى هقول والله لما يكون اي اقل من 10. حلو كده، يعني الكونديشن بتاعي والله بص يا سيدي ابدا لي الكاونتر من قيمه رقم صفر، الشرط بتاعي بيكون ان الكاونتر يبقى دايما في الرينج اقل من 10. احط فاصله مضغوطه وهقول له والله الانكريمنشن، وانا هقول له ان اي انكريمنت باي 1، اي يعني هتزيد بمقدار قيمه واحده. بكده انا اكون اختصرت في عدد السطور البرمجيه اللي انا كنت بكتبها لما كنت بستخدم جمله هوايل او دو هوايل والكلام الجميل ده. طيب اوكي، في الحلقه دي خليني اقول لك اني مثلا هكتب كونسول لوج مثلا هكتب مثلا this is نمبر وبعدين زائد انا اسف زائد وبعدين قيمه الاي زائد هاخد كوتس مسافه واكتب مثلا ريبيت. انت كده فهمتني انا عايز اعمل، انا عايز اقول له يعني ايه هو كده كده ماشي. خلونا بس نعمل انتر ونفهم الكود هيمشي ازاي. انا عملت انتر هيقول لي والله this is number 0 repeat، 1 repeat، 2 repeat، 3 repeat، 4 لغايه لما نوصل ل 9 اللي هي القيمه اللي اقل من ايه؟ اقل من الرقم 10. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه ابتدى اللوب ب i 0، ابتدى بصفر، دخل على الكونديشن، عوض عن قيمه i بصفر، الصفر اقل من 0 اقل من 10 ترو في الحاله دي هيروح يعمل ايه؟ يبص على يعمل انكريمنت لقيمه الاي، هيزود لك قيمه الاي بواحد. حلو، بعدين هينزل ويكتب لي النص الجميل ده وفي قيمه الاي دلوقتي اللي هي القيمه اللي ابتدى بيها بصفر. ها، بعدين يروح عامل اللوب بقيمه الاي الجديده اللي هي بواحد، ويعوض عن اي المره دي بواحد عشان انكريمنت. هيقول لي الواحد اقل من 10، الواحد اقل من 10، يروح كاتب
مزود قيمة اي بواحد ويعوض عن وهكذا. انت فهمت الفكرة ماشية ازاي يعني ايه لغاية لما يوصل للقيمة اللي فيها الاي مثلا بتساوي 9 بعدها العشرة العشرة بتساوي العشرة فاللوب هيحصله ترمينيشن ويوقف وبعدين ينفذ لي السطر الثاني او البلوك الثاني من الكود. المهم ان هو هيطلع بره جملة فور. ده كده التركيبة البسيطة دي بتاعت جملة فور مع نص ساعتي. رب أكون مبسوط بتفتحي فوق. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.